السلام عليكم، معكم أستاذة حورية أبو طاهر، أستاذة مادة علوم الحياة والأرض بثانوية المنصور الذهبي بالرباط. نحن اليوم نجسد وقفة نضالية نرفض فيها النظام الأساسي الجديد الذي فرضته الوزارة على الأساتذة بشتى أصنافهم وأسلاكهم. هذا النظام الذي لا يخدم مصلحة الأستاذ بل يضربه في الصميم، يعني يضرب المدرسة المغربية ويضرب المجتمع المغربي بأكمله، لأن من يعلم الكرامة ومن يعلم المواطنة للتلميذ هو الأستاذ، وفي الآخر هذا الأستاذ تهضمات الحقوق ديالو، زادت له اعباء وزادت له مهام اللي كانت اختياريه ولات اجباريه، والا رفضها ولا كيخصو ياخذ عليها واحد العقوبات اللي ما عندوش الحق يهضر ولا يرفضها. كذلك الامتيازات والزياده في الاجور عطات لفئات معينه على حساب اخرى، وبغاو يفتوا هذا الاساتذه ويفرقوا فيما بينهم ابتدائي بوحده اعدادي وثانوي، في حين ان المدرسه المغربيه تبدا من الحضانه ثم الروض ثم الابتدائي ثم الاعدادي ثم الثانوي، عاد كنصيفطوا للجامعه، عاد كنخرج انا واحد المهني ولا واحد المستقبل شاب مغربي يعتمد عليه المجتمع المغربي وبكل فخر. اذا الضربه ديال الاستاذ فين ما كان السلك ديالو هي ضربه موجعه، باش انا تجيب الزياده تعطيها لكل شيء واحد فئات معينه، والمفتش يزيد له 6 المليون والمدير 5 المليون والموجه 5 المليون، وبغض النظر على كل واحد فيهم، بغض النظر على الفئات الاخرى كذلك في باقي فئات المجتمع تزيدهم امتيازات اخرى، وتجي انا الاستاذ تعطيني زورو درهم وتعطيني تحفيز تكذب عليا، ما عندي لاش. حنا اساتذه مازالين كنموتوا وكنفقموا ونوقفوا مع ولاد الشعب وكنموتوا على بلادنا وعلى دمنا، واخا يبقى فينا عرق واحد، شتو انا كنهضر معاكم، يلا هنا اذا من وعكه صحيه كبيره وقفه بالدوايات، وقسما بالله لن اتنازل ولو يبقى في عرق واحد، لانني كنموت على بلادي وعلى ولادي، والانسان الا ما ماتش على قضيه ما كاين لاش يعيش. ونطالب جلاله الملك بان يوقف معنا وقفه ديال الصح، لان بركه من استغلالنا، وحنا اليوم الحمد لله هذه بادره اول مره في تاريخ المغرب غادي تظهر تنسيقيات مستقله لا تنتمي لاي نقابه ولا حتى حزب تتكلم باسم الاستاذ. كفى، اعطيناهم صوتنا واعطيناهم ثقتنا ولكن خذلونا وقمعونا. الان كل استاذ ينوض يهضر على راسه، يهضر بوعي، يهضر على قضيته حتى يحققها، يا اما النصر يا اما الشهاده. استاذ هشام باب الله، استاذ التعليم الثانوي التاهيلي مديريه الرباط. نحن هنا الان امام المديريه الاربعاء 11 اكتوبر 2023 انسجاما مع ما جاء في البيان الوطني للمجلس الوطني لتنسيقيتنا اساتذه التعليم الثانوي التاهيلي. نخوض هذه المعركه ضد النظام الاساسي ومطالبين بمجموعه من الحقوق التي جاءت مدرجه بملفنا المطلبي، واهمها الزياده في الاجور وكذلك الترقيه الجديده، كما نطالب بادماج الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، ونحن على استعداد للتصعيد اذا لم تستجب الوزاره لملفنا المطلبي كاملا غير منقوص، وكما نؤكد على اننا مستعدون كذلك للوحده مع كافه التنسيقيات الفاعله بالميدان في افق انتزاع الحقوق كما قلت كامله، لان هذا النظام الاساسي جاء مجحفا للجميع، ينضاف الى مجموعه من السلبيات التي تراكمت منذ عقود، واذا ما اكتفينا فقط بالحديث عن اتفاقات 2011 فقد اخلفت الحكومه والوزارة أخلفت وعدها مع التنظيمات التي وقعت معها. لذلك نحن هنا نرفض الاشتغال مع كافة التنظيمات التي تتواطأ على رجل التعليم بشكل عام. اسم عبد الشافي خالد، استاذ ماده الفلسفه بالتعليم الثانوي التاهيلي بمديريه الرباط. نحن الان هنا بصدد تجسيد وقفه احتجاجيه دعت لها التنسيقيه الوطنيه لاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي ضدا واحتجاجا على صدور النظام الاساسي لموظف وزاره التربيه الوطنيه، الذي اتى بمجموعه من التراجعات حيث انه لم يكن محفز او عادل، فقد غابت عنه تماما اي تحفيزات جديده لاطر التربيه وخاصه زياده في الاجور او تعويضات عن الاعباء، عكس حيث وقع فيه نوع من التمييز الفاضح ضد الاساتذه، حيث عرفت بعض الفئات زياده لا نقول مهمه وانما المهم زياده رغم انها متواضعه في الاجور داخل المنظومه التربيه الوطنيه، عكس الاساتذه الذين لم يستفيدوا ابدا من اي تعويضات او زيادات في الاجور، وعكس ذلك او في المقابل تم اضافه مجموعه من المهام التي كانت تدخل ضمن باب التطوع بالنسبه لاساتذه التربيه الوطنيه، فتم تكريسها قانونيا، وايضا تمت زياده في عدد ونوع العقوبات
التي يمكن ان يتعرض لها الموظف وزاره الوطن عموما والاساتذه على وجه الخصوص. وفي المقابل اذا هو بالتالي كان محبط وخاصه بشكل ادق لاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي. لذلك نحن هنا امام مديريه الرباط نجسد هذه الوقفه لنعلن عن رفضنا التام والمطلق لهذا النظام الاساسي التراجعي الذي خيب امال جميع الشغلات التعليميه ومن ضمنهم اساتذه التعليم الثانوي التاهيلي.